أحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال مشروع قانون إصدار قانون مجلس الشيوخ إلى لجنات الشؤون الدستورية والتشريعية. وخلال الجلسة العامة للبرلمان أحال عبد العال للجنة ذاتها مشروع قانون بشأن تعديل قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 198 لسنة 2017 وذلك بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات. ومن جهة أخرى قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب إن مشروعات القوانين الجديدة تسمح لكافة القوى السياسية بالتواجد من خلال التوازن بين القائمة والفردي، كما أشار إلى أن اختيارات الممثلين في القوائم ستتم بدقة.